مو يلتم جاي بيت الياس. تم الوصول إلى هذه المنطقة وتم تطهيرها ورفع العلم العراقي والوصول إلى ضفة نهر الفرات. هناك دعم من طيران الجيش العراقي البطل وكذلك من المدفعية مدفعية الفرقة الثامنة. قامت قوات الأمنية بالتقدم من جهة جنوب الفلوجة إلى سدة البهوة وقاموا لنا بالتعرض الدواعش بسيارات مفخخة وقناصة، قمنا بالتغلب عليهم وبجهود الطيران الحربي. تقدمت قيادة المشاة الفرقة الآلية الثامنة اليوم بالمحور جنوب سدة الفلوجة بمساندة أبناء العشائر والمساندة الشرطة المحلية أبناء الرمادي. إن شاء الله الطيران التحالف الدولي وطيران العشائر إن شاء الله متقدمين حاليا كيلو ندخل إلى مدينة الفلوجة. احنا هنا هسه حاليا بمنطقه ابو هوات قدمنا من محور عمليه الفلوجه وان شاء الله ما اضل شيء وان شاء الله الارهاب رايح وملي. وحاليا هسه احنا قرب نهر شو اسمه الفرات.